زعلانة يا ناس شوف جوانا ويا سبب زعلانة وش عجب حجيناك ما تحجين ويانا سلالة تعذبيني بدولك روح وعيني سنة لا تعذبيني بدولك روح وعيني هسه وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام الفقرة الرابعة والأخيرة من البرنامج واللي هي فقرة المحابس. إذا مشاهدينا الكرام تعالوا ويانا يعني نتعرف على العائلة الأولى ونشوف عائلة منو. نقول لكم رمضان حبيب قلبي شكرا عيني الحمد لله قلبي شكرا والله الحمد لله جاهزين للمحابس؟ إن شاء الله جاهزين إن شاء الله جاهزين جاهزين شكرا نعم الحمد لله على الله رمضان كريم كريم علينا وعليكم لا هاي أول مرة حتلعبي ويعني يلا لعب محبس؟ لا والله أول مرة هم حتلعبي أول مرة السلام عليكم السلام يا مرحبا السلام كم مرة لعب محبس؟ هواي لعب ما تنعد اي ما تنعد صح يعني ما أخذ دارهم إن شاء الله أخذ دارهم إن شاء الله السلام عليكم سلام عليكم سلام علينا وعليكم شلونك بالمحبس؟ والله الحمد لله لاعب محبس؟ زين يعني المدرسة مو؟ إيه شلونك يعني؟ حبيبي حبيب قلبي الحمد لله زينين مشاهدينا الكرام هسه من بعد ما تعرفنا على العائلة الأولى اللي راح تكون وياي خلينا ويا فيان تعرفنا على العائلة الثانية خلينا نشوف وهسه متابعينا الكرام راح نتعرف على العائلة الثانية رمضان كريم عليكم رمضان بيك أكثر دعاء دعاء أبو حسين دعاء دعاء أم نور عذراء مريم مريم أنتوا عرفتوا أنه لعبتنا هي المحابس لحبية المحبس و لو انتو تلقوا لهم يلقوا اللي يروح بايدي المحبس اذا انتو لقيتوا انتو بعد تبيتوا يمكم ماشي من يقود الفريق هذا انا ايوه أبو؟ ابو حسين ابو حسين هنا الفريق ابو حسين زميلي احمد اي فريق راح تختار واني يا فريق احمد اختار هذا الفريق واني فريق ابو حسين ماشي هسه بيت المحبس مصورنا محمد علي كله محبس طبعا مشاهدينا الكرام ضاع محبس محمد علي بحلقة سابقة وهسه جبنا محبس غير محبس طبعا شبعان قهر محمد علي على المحبس ماله يلا في انضم المحبس روح هناك هسه الفريقين اريد واحد منا واحد منا تفضل وياي تفضل هسه فيان حتجي وبيدها المحبس واحد يختار يمنى واحد يختار يسرى شو تقولون ماشي هذا اوكي اوكي اجت فيان ها فيان ضميتي اي ضميته يلا وين وين فلندر انت وين واقفين انا المصورين بدنا عاد يلا ليش فرزت يلا باليمنى يسرى باليسار تاني المحبس فيان تستاهل المحبس اشكرك اشكرك ها فريقه صفقتوا ليش؟ طبعا لان طلع على اللباس يلا هسه نريد منكم تبيتون المحبس والعائله المقابلكم تعرفوا هنا جاهزين؟ جاهزين؟ نعم ابو حسين؟ ابو حسين جاهز؟ توكل تلعب وخوش تلعب؟ توكل العب وخوش العب ماشي يا الله صفق صفق صفقي عافية عليكم جاية موفقة صفق عافية لا لعب قديم ما شاء الله يعني كم عظمة عندك؟ أربعة ستة ستة عظمة ست عظمة العفو ثمانية ثمانية بعد الاثنين بعد الاثنين الحجي صفق هنا أختي من الصفق وراح المحبس يلا بعد اكو نقطة هسه يبيتون المحبس مرة الثانية تبيتوه اي اي يبيتون المحبس وهي ما انتقل زميلي احمد شنو شعورك؟ خلينا نروح الشعور ابو حسين ابو حسين شفتها عرقانة يعني ليش يعني بين ما شكيت في الولد يعني شوية ها رشفة عنده فشكيت في الولد عرقت اي 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 ما شكيت فيها والله انت شان ثقيل عليك صحيح هسه نشوف خلي يضمون مرة ثانية ان شاء الله ان شاء الله تجيبوه ان شاء الله هسه منو راح يجيبه من عندكم؟ ام دعاوي ام دعاوي يلا
جاهزة؟ جاهزة.